بقول لك قلبي حاسسني بده يصير شيء. وحد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حج بدخل عينك خلي لي هذا معك، وفي غراضي فوق أماني ما بتعرف شو بصير. إن شاء الله يضلوا عندك ليوم الدين. الله يخليك. إن شاء الله خير يا رب العالمين. زينو أفندي. يا جاي شغالين. زينو أفندي. إيه أهلين أبو شاكر. أهلين سهلين زينو أفندي. شلونك عمي؟ والله الحمد لله من الله منيع من عباده ولا وش الديدة. زينو الله يرضى عليك وخلي لي إياك، ممكن توطي صوت الراديو أو تطفيه؟ والله انصرعنا ما نعرف نشتغل. يا أبو شاكر يا روحي، في حدا بيصح له يسمع صوت نغم وبيقول لا؟ ايه انا بقول لا، لانه اول شيء انا بخاف من الله اسمع غني، لانه بيقولوا اللي بيسمع غني يوم الايام بينسكب بيدان رصاص وبيروح على الجحيم. بدك يعني ينسكب رصاص بيدان يروح على الجحيم؟ يا زين الله خلي لي اياه. ها ابو شاكر، هي القهوه باب رزق، بعدين انا ما بدي وطي صوت الراديو، ولك عندي شيء يا حبيبي علي. يعني إذا كنت عوايني للفرنسيين والزعيم عفى عنك قلك تفتح قهوة بتنقب على كتافنا؟ أبو شاكر، أول شيء أنت مانك ابن الحارة لتحكي هيك حكي، بعدين أنا ما كنت عوايني سيد راسي، أنا كنت عبد مأمور، بعدين أنا استسمحت أهل حارتي كلهم وهني عفوا عني. أخي بمعيتك الضفر ما بيدفعوا من اللحم، أنت براني، بمعيتك أحلق من هون ولا حد يجي لعندي. ها؟ لا تأخذنا، هات تبوس إيدك، أخطأنا ومنك السماح منيح. إيه شو عليه؟ شو بدنا نقول لك لنقول لك؟ زينو أفندي. نعم أبو شاكر. ممكن تساوي لي كاسة شاي بطعمة؟ مو كاسة شاي بلا طعمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حرك أنت وياه. شو اسمك أنت؟ عبد الرحمن درويش. نمر محلك. أنت شو اسمك؟ محمد رمضان. نمر، وين أبو طالب العنواتي؟ نعم. تحرك! تحرك معنا! وحده والله يا جماعة الخير، علامكم! أنت تيسر لك! لا تطلع! تحرك! يلا تحرك! لا تحرك! قوم أبو طالب قوم! يلا! تحرك! طيبة على طيبة.
السلام عليكم عمي طلال. أهلين ببدر الدين. الزينة صارت على الباب. حياك عمي. لك ليك بدير بالك على الخان، خليني اطلع مع الشباب شان زين حالي. لا لا انت خليك هون بالخان وانا وحسن بروح مظبط الزينة كلياتها. مو حلوه يا بدر الدين، هي الزينة كرامة لعمي، عمي ابو مرتي لازم يكون موجود. منت علينا. دير بالك على الخان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله معك. يا ترى شو قصده حسن بالحديث اللي دار بيناتنا بخصوص المستورة؟ تواخذيني اختي بهالكلمة، بزمتي وبديني، بزمتي وبديني، ما اكون محلك فلا بسمح لابو طالب يروح على الحج قبل ما يلاقي حل هالبنت. اي والله طولت يا عمو. اذا عم تحكي انت وخالتي ام صابر بنفس السيره يا ريت تتبدلوا لانه داخل ايمنا. لا يا عمو ما عم نحكي عنك، عم نحكي عن حفله استقبال ابوكي يوم اللي بده يرجع من الحج وعن عدد المداعي. لا خالتي عم نحكي عنك، ما هي صارت سيره الكبير والصغير بالحاره. الله وكيلك يا أم صابر، يوم المونة عندي يوم جوزها واتطمن عليها مثل أخواتها، بس مثل ما لك شايفتيها ما عندي وراك براسها على قولت ما بدي ما بدي. وبيني وبينك خايف يزودها عليها تقوم تعمل بحالها شي كاينة، نكون بسيرة نصير بسيرة. يو وبعدين يعني مع السيرة يا أم طالب؟ خلصنا قصة ومرقت. ما هو روحت أبو طالب على الحج مشان يهدي باله من بعد ما مات طالب ولي على قامتي عليه، كان رح يفقد عقلاته إلا شوي. الله يرحم ترابه. ولي على قامتي عليك يا حبيب عمري، يا ريتني أنا ولا أنت. طولي بالك أم طالب، وحدي الله. لا إله إلا الله. حاصله ومشان صالحة لحتى يدعي له هو بالحج، عسى رب العالمين يهدي باله. شو صاير علي اختي؟ عم بشتغل على القاعد. تقبريني على القاعد ولا على الواقف؟ انتي بشهرك ما بصير تتعبي حالك؟ اي والله ما بلاقيها حلوه بهيك مناسبه سعيده ما عاونكم. يوه لك امي الله يرضى عليكي، والله لحنا مكفين وموفين. لك خالتي اسمعي كلمه امك واختك وخليكي بحبلك. والله امي اذا بصير لك شي كاينه ما بنعود بنخلص من حلق جوزك. اي مات وعاش لحتى حبلتي. مزبوط. ولك خالتي اي ما شفناكي حبله وحدا بيعرف حدا. شو نسيتي يا مو كم مرة حبلتي وطرحتي لحتى ثبت الحمل؟ خلص رح قوم. حاضر. ايه الله يرضى عليكي يا مو، الله يرضى عليكي. شو بدي قلك مال الشام، ما تنسي تعطيني تبرعات اهلنا بالجزائر اللي لميتيهم من جاراتي. اليكم بالمنطقه اعطيك اياها. لا 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 تقبريني، مو مشكله خليكي مرتاحه باخذهم بعدين، بس يعني انا كنت بدي اطمن منك انك جمعتيهم. والله ما حدا قصر. ايه والله، وكمان مدرسات وطلاب مدرسه التجهيز ما حدا عم يقصر الحمد لله. حاكم يا على قلبي، عم يقولوا اهلنا بالجزائر حالتهم بالويل، رح تفرج عليهم مثل ما الله بعدي اسمه فرج علينا، وطالعنا الفرنساوي من عندنا صاغرين وذليلين. الله يسمع منك يا رب. مريم شو كان بدي اقول لك؟ احكي احكي بسرعه، تقبريني عندنا كثير شغل لسه. بعرف بعرف، مشان اختك صالحه كثير خايفه يصير لها شيء كاينه، كثير كتران الزن على راسها. ايه مو كل هالزن مشانها. ايه بس زايدينها. يعني نحن كلياتنا قلوبنا مقهوره عليها، بس هي مو هامه ولا على بالها. طيب معقول يلين راسها ولا بده تضلها هيك ميبسته؟ والله انا هذا اللي شاغل بالي. وانا كمان. يعني امك وابوكي الله يطول بعمرهم مو دايمين لها. الله لا يسامح اللي كان السبب. ما بتجوز على الميت غير الرحمه، بس عند الله ما بضيع شيء. يعني ليكم راد اغا ذبح ابنه بايده بس اخذ جزاته وشنق حاله. يعني كيف هان عليه يعمل فيها هيك؟ ما عرف انه حيعمل لها عقده كل حياتها؟ يا لطيف. والثانيه لمعات اخذت جزاتها كمان، يعني بعد ما هربت مسكوها وشنقوها. مين كان يقول هالمقوصه يطلع منها هيك؟ الغيرة والحسد يا مال الشام بيعملوا أكثر من هيك.
طب ليكي المهم ليش ما جبتي ام عبدو معك؟ والله كنا كثير تسلينا. مو حاكم هي لحالها جوزها طلع مع جوزك على مصر. قلت لحالي خطي بلا ما نتعبها معنا، بس اذا حابه هلا بنبعث لها مين ينادي لها. ايه كثير بتضحك هالمره. خلص ولا يهمك، هلا بنبعث لها خبر. وبتعرفي شو؟ منه بنخليها تحكي مع صالحه بالسهره، بركي بتلين راسها شوي. ليش لا؟ ميمي مال الشام، جوزك بده يحكي معك كلمتين على بابا. قومي تقبريني على مهلك. اخ على مهلك. وطالما صرت عندكم قلت لحالي بيجي بسألك. مبلغ حريم الحاج يوسف سبيني يجوا مشان الطلبة، لأنه اليوم رد بعت لي إجيره. خليها ليرجع أبي بالسلامة لوقتها بيحل الحلال. أنت هيك قلتي؟ إيه نعم. طيب الله يرضى عليكي مال الشام، عجلونا شوي بالأكل لأنه الشباب فرطت وهي عم تزين الحارة. هلا لك ساعة عم تقول نادولي مال الشام ونادولي مال الشام، صرعت الدنيا. آخر شي طلع مشان الأكل طلال أفندي. شو ها؟ يعني قلت لحالي اشتقت لي، اشتقت لحاتم مثلا لا سمح الله. يشهد علي ربي يا مال الشام، مشتاق لك شو؟ ما بتغطيه بحار ولا بتطوله جبال، بس هلا مو وقت الغرام والعشق، ملهيين بهالحارة مشان الزينة، مشان رجعت عمي أبطالي من الحج. إذا هيك معلش. لك إن شاء الله بيقبرني هالوش الملائكة. إن شاء الله يا رب، عقبال ما أشوفك راجع من الحج أنت يا روح قلبي. صحبة أنا وياك وحتومة يا رب. الله كريم يا قلبي، الله كريم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. بدك شيء؟ الله معك. هدي هالسلم ابو لمعي، هدي هالسلم مثل العالم والناس، احسن ما اصلب بنطولي والرمل المسوره اختك شبك. لا كامشو كامشو شبك مثل القلعه مثبت لك يا حاجه تقول لي كامشو ومثبته ومبطخه، مو شايفه عم بهز تحتي مثل انا الاس شبك ابو لمعي؟ لك السلم ما في شيء، انت اللي عم ترقص. ايه لا سيدي السلم اللي عم يرقص، مو انا اللي عم برقص. لا سيدي انت اللي عم ترقص، مالك شايف حالك مثل الطنبر اللي قاعد من ورا. اوه علينا فضلنا السيرة بقى ورجعوا لشغلكم، نعرف نشتغل العمى بيدكم العمى. لك انتوا ما بتعرفوا تشتغلوا من دوني الوان، خلصونا بقى. لك هدي هالسلم مثل العالم والناس ابو لمعي هدي. لك شلشتني زي القلق، انا بدي دق المسمار زي القلق. يا سيدي من الاول عوض ما تقلها كش اضربها واكسر لها اجرها، اطلع وريحني من هالرعبات تعال. لك يخرب بيت سلطك شفت العين زين، حاطط لك سلم مثل القلعه. مثل القلعه اطلع. طلع جري. إذا أنت بنطر شو بدي أعمل لك؟ هدي هدي هدي. هدي. لك هذا عم يرقص. مسك هاي الشاكوش. لك وين؟ لك مسومتك بالشاكوش. لك مسك. لك مسك. لك كامشو. مسك لك كامشو. لك مسك. 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 يا ربي 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 ي